لتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي اليمني الاستاذ محمد الاحمدي. اهلا بكم استاذ محمد الى استوديو الرافدين. الجيش اليمني يحرز تقدما متسارعا في مديريات محافظه الحديده، الى ماذا ترجع الانتصارات التي يحققها الجيش والمقاومه في جبهات مختلفه؟ مساء الخير، شكرا لك ومساء الخير للمشاهدين. في الحقيقة التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني على الساحل الغربي يؤشر أولا إلى انهيارات متسارعة في صفوف ميليشيا الحوثي. هذه الانهيارات كانت بفعل تصعيد العمليات العسكرية على ما يبدو في أكثر من جبهة خلال الأسابيع والأيام الماضية. كان هناك تصعيد للعمليات العسكرية في العديد من الجبهات في محافظة صعدة شمال اليمن معقل ميليشيا الحوثيين، وكان هناك أيضا تصعيد للعمليات العسكرية في ما تبقى من جيوب الميليشيا في محافظة الجوف، وكان هناك أيضا عمليات عسكرية في صرواح بمأرب ولما تبقى من جيوب للميليشيا هناك، وأيضا في محافظة البيضاء وفي محافظة حجة أيضا على الساحل الغربي. وبالتالي هذه الانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني تشير من جهة إلى أن هناك انهيارا متسارعا لصفوف ميليشيا الحوثيين، حتى وإن كانت في المقابل أيضا لا تزال تتمتع بقدرات معينة عسكرية سواء على صعيد العدد البشري أو القوة البشرية أو الأسلحة والعتاد العسكري الذي نهبته الميليشيا كما نعرف من مخازن الجيش اليمني. إذن هذه من جهة أخرى يبدو أن هناك إرادة سياسية لإحراز تحول ميداني في معارك الساحل الغربي من أجل الوصول إلى مدينة الحديدة ونزعها من قبضة ميليشيا الحوثيين. هذه المنطقة الحيوية جداً تطل على خطوط إمدادات الطاقة في البحر الأحمر، وكان هناك تهديدات مستمرة لميليشيا الحوثيين لخطوط إمدادات الطاقة وعلى البحر الأحمر، وكان هناك قلق واضح يعني العديد من القوى والفاعلين الدوليين بما في ذلك البيت الأبيض قبل أيام عبر عن قلقه من استهداف ميليشيا الحوثيين لسفينة تركية وأيضا إذن ما الأهمية الاستراتيجية أستاذ محمد؟ ما الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها التقدم على جبهة الحديدة؟ محافظة الحديدة تمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدى ميليشيا الحوثيين، فهي تعتبر خط الإمداد الآن الوحيد للميليشيا عبر البحر، وهي تسيطر على ميناء الحديدة الذي يستقبل أكبر نسبة من الواردات الغذائية والتجارية، وأيضا يعتقد أن هناك أيضا تهريب لأسلحة عبر هذا المنفذ لميليشيا الحوثيين. وبالتالي أيضا هناك موارد مالية ضخمة تجنيها ميليشيا الحوثيين من خلال سيطرتها على هذا الميناء الاستراتيجي الهام، ومن خلال هذه الموارد المالية تمول عملياتها العسكرية ضد الشعب اليمني وضد المحيط الإقليمي. وبالتالي أعتقد أن يعني مدينة الحديدة وعلى ميناء الحديدة سوف يحرم ميليشيا الحوثيين من الحصول على موارد مالية ويسرع من إسقاط مشروعها الانقلابي في اليمن. أستاذ محمد، مركز أبحاث الجريمة الإيراني يقول إن الحرس الثوري يعد خطة أو أعد خطة مسبقة لتهريب الحوثي، لماذا تفسر ذلك في ظل الانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش والمقاومة في اليمن؟ أعتقد أنه ربما من وجهة نظري الشخصية يستبعد أنه الحديث الآن، أو ربما يكون من السابق لأوان الحديث عن هروب لزعيم الميليشيا الحوثية في الوقت الراهن. هناك لا يزال تحت سيطرة الحوثيين مناطق الكثافة السكانية دمار وصنعاء العاصمة وعمران وصعدة وأيضا أجزاء واسعة حتى من الحديدة ومن محافظة حجة بالإضافة إلى محافظة إب، وبالتالي هناك جغرافيا لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، ومن السابق لأوان الحديث عن هروب زعيم المتمردين الحوثيين في هذا الوقت تحديدا. ربما هو محاولة، قد يكون يعني محاولة لذر الرماد على العيون من أجل تحركات معينة لزعيم وصلت الميليشيا الفكرة الحوثية، وإن كان يبدو في الآونة الأخيرة تحركاته محدودة بسبب
الاستهداف نعم، شكرا طرف جزيلا لك الطيران. الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.